هو ده بقى اللي بناخده من سان داونز. سان داونز يكسب الاهلي، يوم الاهلي طايح في فرق الدوري المصري وده وقاره افريقيا وكل الفرق على وجه الارض. الاهلي بيكتسح فاركو ب4-1 في مباراه الدوري في الاسبوع ال 11 في مباراه مميزه جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول، ولكن شوطها الثاني في علامات استفهام وهنتكلم عليها بالتفصيل. بس انا ما حوصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، اول مره شفنا مش تعرف القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول. يلا بينا نخش الحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصين. الاهلي بيكتسح فاركو بتشكيلته المعهوده وتشكيلته اللي بيلعب بيها قدام الفرق اللي بتحب تفتح صدرها قدام النادي الاهلي. النهارده بيتسي وعثماني بدا بال4-2-3-1 وبدا في حراسه المرمى محمد الشناوي قدام رامي ربيع ومحمد عبد المنعم. وبقول لك ليه لعب رامي ربيع ومحمد عبد المنعم النهارده، ونقدر مين محمد هاني ناحيه الشمال، علي معلول الاثنين في نص الملعب، حمدي فتحي وعمرو السوليه قدامهم ثلاثي ميكسوني ناحيه اليمين، افشه نمره 10، عبد القادر ناحيه الشمال، ومحمد شريف كلاعب مهاجم صريح. الاهلي في اول المباراه انت حسيت بقلق نوعا ما في اول دقيقتين ثلاثه كده قبل الجون الاول. فاركو كان داخل ضاغط على الاهلي، عامل هاي بريس ورافع البلوك بتاعه وبيلعب هاي بريس وبيلعب دفاع متقدم وبيلعب كل حاجه هجوميه، وما عملش حساب النادي الاهلي ان النادي الاهلي اي فريق قدامه بيلعب دفاع متقدم وبيلعب على مسار التسلل بيبقى فيه حفله اهداف للنادي الاهلي. مثال مش من الموسم ده بس، الموسم اللي فات كمان ضد المقصه، المقصه برضه حب يلعب على مسار التسلل ويلعب دفاع متقدم قدام النادي الاهلي، الاهلي تقريبا ضربه بال4 ولا بال5. النهارده نفس الكلام نفس النظام، الاهلي بيبدا المباراه فاركو عايز ياخد حميه المباراه، عايز يضغط على الاهلي من بدايه المباراه، عاوز يخوف الاول او يقلق الاهلي بلغه الكوره، ولكن الاهلي لعب باداء هادي، اداء سلس، واداء السلس ده وصل له الجول في اول ربع ساعه من المباراه او اول 12 دقيقه ثلاث مرات بثلاث اهداف. وصل الثلاث مرات ازاي؟ في ظل المجدي عبد العاطي المدرب اللي بيحترم جدا بيلعب دفاع متقدم وبيحاول يلعب على مسار التسلل عشان ما يديش الحريه للرباعي الاهلي يلعب على السرعات بتاعته، ولكن الاهلي لعب بطريقه ذكيه جدا 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 جدا. كان بيعمل ايه؟ بيخلي لويس ميكسوني ينزل لتحت جدا، ينزل نص الملعب، واوقات كتير ممكن تلاحظ ان لويس ميكسوني ممكن يبقى ثالث في نص الملعب، بينزل نص الملعب عشان يسحب معاه الباك ليفت اللي المفروض يبقى مان عليه، فيسحب معاه الباك ليفت، ومحمد مجدي قفشه يسيب العمق ويميل ناحيه اليمين نوعا ما شويه عشان يستلف المساحه اللي ورا الباك بتاع فاركو ولاعبين الخط الخلفي سواء محمد عبد المنعم او رامي ربيعه يلعبوا الكره الطويله على طول المباشره سواء لقفشه او لعبد القادر على الاطراف عشان يستغلوا المساحه دي ويلعبوا الكره بالعرض سواء عاليه او على الارض، وبيتلعب مميزه جدا. شفناها في الجون الاول ناحيه اتلعب الكره طويله من رامي ربيعه لاحمد عبد القادر واتلعبت بالعرض لمحمد شريف، محمد شريف دخل بلفه كده يوتير دخل حط الجون الاول للنادي الاهلي، وعلى طول الجون الثاني محمد قفشه باللعبه اللي بقول لك عليها ان ميكسوني ينزل لتحت يسحب معاه الباك وايه محمد مجدي قفشه يستلم في ظهره، فالكره اتلعبت طويله برده من محمد عبد المنعم تنزل لقفشه، قفشه يستلم ويروح لوحده ويحط الجون الثاني 2-0 في اول 7 دقائق في المباراه وحفله اهداف. طب مجدي عبد العاطي ابتدى اللي هو يكش ويرجع لورا ويقول لعيبه الاهلي سرعتها او عارف يضرب الاهلي مسار التسلل ده، لا حياته لمن تنادي، فضل ماشي على نفس النهج لحد ما لبس الجول الثالث بنفس الطريقه المكرره. تلعب الكره في ظهر المدافعين، الكره باتنين ناحيه اليمين، تلعب بالعرض، تعدي محمد شريف يخش قفشه، جول 3-0 الاهلي في اول 12 دقيقه. ولكن بعد ال 12 دقيقه الاولى الاهلي هو كان بيلعب بنفس الشكل، ولكن الاهلي تراجع نوعا ما شويه وابتدى اللي هو انا 3-0 خلاص اهدي الريتم يهدى شويه، والريتم الهدي ده رجع فاركو تاني للمباراه، فاركو ابتدى يمسك كوره وابتدى يجر عليك ابتدى يسدد على المرمى لحد ما سجل فيه الجون الاول وبقى النتيجه 3-1، والاهلي ابتدى اللي هو يصير الشوط الاول اللي هو انا همشي الشوط الاول 3-1 ونشوف الشوط التاني حلها ايه؟ حلال. الشوط الاول انت كنت شكلك مميز في ارض الملعب، قفشه كان عامل دور كويس جدا في ارض الملعب وكان عارف شغل الفريق كويس جدا، وزي ما كتبت على الفيسبوك شوط اول بعنوان عاده قفشه لصناعه اللعب، فعاده قفشه ومحمد شريف للتسجيل. القفشه كان عامل شيء كويس جدا 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 الشوط الاول، كان بيقدر يستلم ما بين الخطوط كويس، كان بيقدر ياخد الكره ويسحب مع النادي الاهلي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل كويس جدا. والشوط الثاني بيتسو موسيماني بدا بتغييرين كانوا في محلهم جدا جدا جدا، سحب فيرستاو وسحب حمدي فتحي ونزل اليو ديانج ونزل سحب قصدي لويس ميكسوني وحمدي فتحي ونزل فيرستاو ونزل اليو ديانج. ليه اليو ديانج بدل حمدي فتحي؟ حمدي فتحي الشوط الاول تحسه مش فايق مش فت
كان كور كتير بتقطع منه في نص ملعبه، كور كتير ما بيعرفش يستخلصها، كور طويله مش عارف، كان بيعمل ادوار هجوميه مش عارف دي تعليمات من بيتسو موسيماني ولا حاجه من دماغه، كان بيعمل ادوار هجوميه وعمرو السوليه هو اللي بيفضل ثابت، وده حاجه بالنسبه لي غريبه جدا ازاي يعني السوليه يبقى ثابت وحمد يعمل ادوار هجوميه، دي حاجه مش منطقيه تماما. فكر لو ينزل اليو ديانج، اليو ديانج يبقى ثابت في نص الملعب اكتر، يحاول يفصل هجمات فاركو اللي كانت بتبقى من عمق خطيره جدا على النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لعب نفس النهج، لعب بنفس الشكل. انا هلعب الشوط الثاني كمان، تحس ان الاهلي شكله كان يقلق شويه، ان هو واقف خايف، مش هقول لك خايف، واقف متحفظ قلقان، شكله قلقان، شكله مش مطمن، وكانه مستني الجون الرابع عشان يطمن. انت كسبان 3-1، لو كنت ضغطت شويه ورفعت البلوك قدام فاركو وابتديت تضغط من نص ملعبه وتعمل هاي بريس وتستخلص الكره في نص ملعب فاركو، كنت ممكن تخلص الماتش ده 6-7 عادي، عادي جدا، عادي جدا. ولكن الاهلي مش هقول لك جبان، العدم الطمأنينه وعدم ان ممكن فاركو ترجع في اللقاء في اي لحظه خلى الاهلي نوعا ما مش عاوز يجازف. انا كسبان 3 خلاص، انا كسبان 3 والحمد لله، العب على المرتد ممكن افطر في الرابع واطمن اكتر. والنهارده برده شفت حاجه، ان لما نزل بيرستاو الشوط الثاني حاول ان يلعب 3-3 في الخط الخلفي، دخل بيرستاو على 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 مودي وخلى قفشه لاعب نمره 10 يزيد ويبقى على رامي صبري، وخلى محمد شريف هو الموجب الصريح يمين ناحيه الشمال شويه على عبد الله بكري، ويلعب احمد عبد القادر ناحيه اليمين متطرف تماما ويسحب معاه او يبقى متطرف ناحيه الخط كده، او يسحب المدافعين ناحيه الخط بره الملعب عشان يفضل مساحه في العمق. دي شفناها كتير الشوط الثاني للنادي الاهلي. طيب هل ده ادى بثماره؟ ادى بثماره ان الاهلي بدا يلعب في خط الخلفي او في ظهر مدافعين فاركو، فبالتالي وصل للمرمى كذا مره، ولكن المستوى الفردي كان بيخلي الكوره تضيع. النهارده بيرستاو جاله كذا كوره، جاله كذا كوره ان هو يروح ويضغط ويجيب كذا انفراد، كوره خرج بيها لبره وكوره خاف يخش بالتحام محمد صبحي، وخد محمد صبحي خد الكوره خلاص الانفراد خلص. تغييرات بيتسو موسيماني كانت عجباني جدا في مباراه النهارده، قال لي لانج نزل كويس جدا، بيرستاو نزل كويس جدا، طاهر وحسين لما نزلوا في نهايه المباراه كانوا كويسين جدا وكانوا عاملين دور كويس، سواء طاهر ناحيه اليمين اللي نوعا ما شويه خلى محمد هاني ما يزيدش كتير، وطاهر هو اللي بياخد الخط دوت، وحسين الشحات اللي نزل نوعا ما كان بيحاول يلعب نمره 10 شويه ووينج شمال شويه، والجون اللي جه من حسين الشحات بشوطه تهبط ديفنشن دي الجون الرابع، وكان الاهلي شكله النهارده مطمئن. زي ما قلت في الانترو ده اللي بياخده من صن داونز، صن داونز يكسب الاهلي فالاهلي ينزل يدور الضرب بقى في فرق الدوري وفرق الكاس وفرق افريقيا واي فريق معدي بيديله على قفاه. فالنهارده كانت البدايه مع فاركو، هو فاركو مش هقول لك يعني الاهلي النهارده قدم مباراه كويسه، ولكن فاركو الناحيه الثانيه عنده شويه ناقص، لعيبه المدافعين مش بالسرعات المطلوبه، كذا كوره النهارده كنت بشوفهم بيعملوا فاول عشان لعيبه الاهلي ما يلعبوش او يضربوهمش بالسرعات، ولكن الاهلي كواليتي فارق جدا عن فاركو، فالكواليتي ادى الاهلي يخرج 4-1 في مباراه النهارده. لو كان داس بنزين شويه ولو كان ضغط شويه على الاهلي كان على فاركو كان جاب جون واثنين وثلاثه واربعه عشان الثاني، ولكن هو اكتفى بهذا القدر من الاهداف. ولكن النادي الاهلي شكله اللي انا الانتقاد الوحيد على بيتسو موسيماني، اللي انت بعد الثلاثه انت ليه ما ضغطتش؟ ليه ما جازفتش؟ ليه قلقت من ان ممكن فاركو ترجع في اي نتيجه؟ عادي ممكن لو جاب الثالث تجيب الرابع وتجيب الخامس، جابت الثالث تجيب السادس مش تفرق، ولكن الرجوع للخلف اللي وقف في نص ملعبك ولعب على المرتده خلى الاهلي الشوط الثاني شكله مش كويس، شكله مش افضل، مش زي الشوط الاول، الشوط الاول كان شكله افضل بكتير من الشوط الثاني، وكان قفشه حتى يعني قفشه اللي كان نجم الشوط الاول الشوط الثاني تقريبا اختفى، لان الاهلي ما كانش بيقدم شيء هجومي غير الكرات الطويله والكرات البول الكتيره جدا 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 جدا. النهارده عرام ربيعه عمل 9 كرات طويله منهم 4 صحيحه، والناحيه الثانيه محمد عبد المنعم لعب 4 كرات طويله منهم 2 صحيحه، فده الفكر ان اللاعب 2 بيعرفوا يلعبوا كور طويله عشان يلعب في خط في ظهر خط الخلفي بتاع فاركو، وكات كان وقدر يسجل بكذا كوره بنفس النمط، وكمان الكرات الطويله المبالغ فيها في الشوط الثاني قد ان انت مش عارف توصل للمرمى، لو كنت لعبت على الارض اكتر كنت ممكن توصل للمرمى فاركو. لكن في الاخر مبروك 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 لكل جمهور النادي الاهلي، صداره عن جداره في الجوله ال 11، واكيد المباراه الجايه عندك مباراه مهمه جدا يوم السبت مع المريخ، واتمنى الاهلي يكسب عشان يصعد مجموعه ما يتأزمش، والزمالك كذلك برضه في الدور المجموعات. ولكن في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في مباراه الاهلي وفاركو، قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول لي رايك في العموم على بيتسو موسيماني والنهارده قدم مباراه كويسه ولا لا، قول لي رايك في الكومنتس. لو حلقه جديده مش هعمل لايك، لايك بص الحلقه بقى الناس فانزل اعمل لايك، اول ما تشوفني اعمل شير في مقفل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، يعمل شير على الفيسبوك، كريتيز على تويتر كمان، بس اشوفك الحلقه الجايه، سلام.